أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صلى الله عليه وسلم. صلي عليه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. صلى الله عليه وسلم. واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. الله يحفظك يا سيدي. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
لا يحفظك عليك يا شو اسمك عليك صلى الله عليه وسلم. وما خلقنا السماء ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. صدق الله العظيم. نحفظك يا استاذ.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليك يا دكتور. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جميل يا رب. تعال عليك يا دكتور. صلى الله عليه وسلم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين. وقل إني أنا النذير المبين. كما
رسول الله. ليه؟ صلي على حضرة النبي. أكبر. عليك يا معالي الدكتور. أستاذ. يا ويك يا دكتور، عليك. وجهة أهل القرآن. حاضر حاضر حاضر. أكبر. فاصدع بما تؤمر. صلى الله عليه وسلم. فاصدع بما تؤمر. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقل إني أنا النذير المبين. كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. لا إله إلا الله. فسوف يعلمون. فسوف يعلمون. مرنا الله يحفظكم. جمال جمالكم يا باشا. الله يحفظكم. أصلح حالكم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتي.
تأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صلى الله عليك سيدي رسول الله. الله عليك. عليك علم. ما شاء الله. ما شاء الله. نور على نور يا معالي الدكتور. شرفت ونورت البحيرة يا دكتور والله. الله يحفظك. ربنا يعزك ويعز الإسلام بأمثالك. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم. أتى
معاك سؤال. جميل يا دكتور، ما شاء الله. تعاليك. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن خلق
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم ومنها تأكلون. يا روح ولكم فيها جمال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن
والخيل والبغال والخمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله يا دكتور جميل، أداء جميل جدا وحاجة جميل عليك يا دكتور. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء بلغ رسوله الامين ونحن على ذلك ان شاء الله من الشاهدين. هكذا ايها الجمع الكريم عشنا مع هذه التلاوه القرانيه مباركه تلاها على مسامع حضراتكم فضيله القارئ الدكتور عبد الناصر زحرف القارئ بالحاج لاذاعه والتلفزيون وقارئ الرئاسه وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه والمقيم القاهره. نقلناها لكم من داخل احدى وحداتنا الخارجيه واحدى قصور الضيافه المتنقله في جميع انحاء الجمهوريه مع علم من اعلام الفراشه والسرادقات